ما حكم زيارة النساء للقبور؟ حكم الجن هرنا سر قبر داتشية. أئمة الإسلام، إمام إسلامياتي، وكذلك أمهات المؤمنين الصحابيات رضوان الله سبحانه وتعالى عليهن، فاجني بخمبري ما عليه الصلاة والسلام، فاجني أصحابي رضي الله عنهم، لم يخرجوا لزيارة القبور، توفيناتنا سر زيارة القبر، بل حكم العلماء كبار العلماء على زيارة النساء للقبور بأنه كبيرة من كبائر الذنوب. حتى هنا علماء قلتك جنك هذا سر قبر ده سر زيارة القبر ده أبو أزبني أن ما زنا بني كبيرة. تريد الأجر؟ تريد الثواب؟ تترك الخروج يعطيها الله سبحانه وتعالى من الأجور العظيمة. إذا تركت الخروج لله سبحانه وتعالى بأن لا تخرج لزيارة القبور طاعة لله، الله سبحانه وتعالى يعطيها من الأجور العظيمة. سوى يجي هركي تري إشي ترك بكي سوى خذور رب العالمين ده شنك رب العالمين ترى قلت يا ناتشا يشغيت خيرك أجيات ده هم أزن قزنش. وإذا خرجت هركي تدركني فقد خالفت الشريعة يشغي أواش مخالف الشريعة ده. ارتكبت كبيرة قناكي مازن قزنشتك. لكن إذا مرت المرأة بالقبور دون أن تخرج لها للزيارة، مرت في طريقها أما هركي جن رخ قبر رادر بوزنا وقالت الدعاء الشرعي يصح هذا رخ قبر رادر بوزنا سبا قبر بي قبر زيارات كدرنا كاتي صادة جن رخ رادر بوزنا ويجوغي أو دعاء قبر بيجا شريعة دا جوزة. أما أن تخرج في كل عيد في كل صباح هذا من الكبائر. أما تهر بربونغا سري دركوي يا ده هر رجع عيد هر يسر قبره جنارة نرسته.